السلام عليكم اعزائي المشاهدين الكرام. اليوم طالعين قشت، انا ما تطلع اليوم انا بس على اعداد نوفل، والمتابعين قالوا ليش نوفل يعني يسوي بط وباجي وبعبص وياه. فاليوم على اعداد نوفل جبت فخذ مال خروف وراح اسويه هنا وافطر به هنا اليوم. كفو على المنطقه افطر به. ورمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بخير مقدمه. وان شاء الله اليوم ينيل اعجابكم. ينال ينال يقولون ينال، يا بالقران هني الجماعه قالوا لي ينال اليوم ينال اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله والامور شو دير بالك باللايكات ولا تقصر ويانا. ابو عباس شنو الاكله راح اسويها اليوم؟ هم قالوا شنو الاكله اسويها؟ بويا لحم مدفون دفن اليوم. شنو يعني تحطون اللحم تحطون عليه تراب؟ مالك شغله هسه شوف انت والله. ما اعلم بي لمن اسويه. يلا هاي يلا لا تنسونا باللايك والاشتراك رجاء. طبعا ما ينسونا. يا عيني عليكم. طبعا اليوم صاد خالد حاضرها وجاي يسوي لنا حفره. اليوم لحم مدفون على قولت ابو عباس. كيف عباس؟ اكو احلى من هالمكان بعد؟ لا. هسه مرتاح نفسيا ولا لا؟ بس قل لي. والله مرتاح نفسيا. انت جيت هسه عندك ضغط مرتفع هسه ايش صار؟ تقريبا هاي المنطقه انا ما شايفها. ايه بس انا جنه الخلود؟ ما ادري يمكن. اي هذا عدوها تجري تحتها انهار ايش يسمونها؟ ما اعرف وانت شنو؟ انت طوير بالجنه ودي؟ ديناصور انا بالجنه مو طوير. هسه تفرج بلطتي براسي. اي دوار دوار حتى بيجان ابو الدين جبته خلاص بطيته واحد كاف كاف وايد مو اي واحد يقصها والله خطره هاي بطيته اي لازم نائب ضابط قديم نائب ضابط ومقطوع راتبه حتى تحركته بيها احسن. ابو عباس شنو اللحم سالقه نص استاذ؟ نص استاذ هذا. ليش انك تبغى عباس؟ على مدام تروح الزفره من عده. ايه حتى يستوى عدل.
احسنت خبره من زمان. ايه والله كافي زيت كافي كافي. صينية مسنعها شو الصينية هتخشوفها والله اهو طوال الصينية انا معدلة لا يلا بالشط يلا خلونا ويحصل هاي بلا من البداية من البداية جوم جوم عدتها كلها ها 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 نسوي ها 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 وين شمرة شو ها 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 يلا ها 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 بس لا يجينا هالحاسة يفتر علينا خلنا نشمر لنا شمرة بس اللي نشوف شنو بيها ما بهم يا الله هل جيبه جيبه هذا شو يسمونه ها هذا دقاق الصخر لازوريا بيمكن لا بعد حد شهر بعد شهر هذا عفس اللي يسوي المرقة جاهز التمن جاهز كاف 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 شوية فلفل خلي شوية فلفل بسم الله بسم الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى احسنت صعد الجمر هذا فوق لا
تماسيح طلعت عليك. تماسيح طلعت عليك قال لك قوم اشرد. تماسيح هاي نعطيك من دقيقة. لا لحظة. كانت التماسيح انا؟ والله بس ما حكي. شو اقول حال الوادي هذا كله الميت؟ والله. اللي تدكت بالظلمة ما صار شغل لك ذوة. انا بالظلمة ارمي طالع راسه كتله يطلع جاموس تمساح اهم شيء انا محافظ على سلامتي. ها. والله شلون؟ ماكو شيء. هذا يا ابن الغالي. ها شرد. انا بشر بالانجليزي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. تبيع يا اخوي. الله اكبر الله اكبر ابو عباس بس ادري بدفع الافطار هي وحده انا اثنين رويت ليش اثنين؟ لان السنه والشيعه توحدوا وطلقتين لان السنه والشيعه اي اول سنه يمكن اول سنه يصيروا سوية ايه طافيه ماكو بعد مبارك الله بيكم اخوتنا والشيعة والسنة على راسي الله يحفظك ابو عباس بارك الله فيك بارك الله فيك شلون لا تخلي الموحدة للاكراد اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك اذن ايه قال ابو عباس اللهم صمنا وعلى رزقك افطرنا وعلى صيام غد نوينا يا الله بسم الله لكن ياك ابو عباس لا اكل واكل يا بسم الله ابو عباس وصلنا رمضان نعمه ما بي جوع ايه. ها لا لا جوع ولا عطش ها لا جوع ولا عطش عطش اكل او ماكو لا والله مو اكو عطش لو خاف تشرب من الوضوء انت هو يقول اصلا يقول له امور الفراح يقول شايفتني عطش صار بالوضوء يشرب اتوضا يصير حلق مي ايه ابلع وماي ذبي احد شاء الله فوق خالد الله فوق الله غفور رحيم شديد العقاب بنفس الوقت لا بيذن بيني جيها بس فوق انا ولا وحده المرقة فرق بالتفجير خلاص حتى ننزلها هاي ايوه خل نروح ابو عباس نسمع لنا نكته موقف ها شوف حمرا قاعد الراب اي والله قلت لك جاي تعشي راس بصل بيه هو راس بصل لقدام وبعدين طلع هي على مثل فرقعتني طبعا اليوم حبينا نسمع نكته من ابو عباس من زمان ما مسولف لكم نكته ابو عباس سولف لنا نكته نكات هواي حتى ما نتذكرهن بس اكو واحد جيت ببالي اكو فد واحد قال لزوجته نسوي سلفه بس شنو نوع السلفه هي؟ ابوسك ونحط لنا الف البوسه بالف حكي عادل والله صار 30 يوم شهر صار طلعوا هاي يحطون بيها فلوس حصاله شو طلعوها لقوا فيها 60 راح شيل 60 هذا قلت له مو جار اشترك بالسلفه والله جاره ابو محمد عنده حاله نسيان مو طبيعيه اي ايه اخوي لا تيجي بعد النسيان هواي انه هواي سبب لك هاي مال الولد المتزوج ايه اخوي اي ابو عباس خبر على واحد قال اطلع بثلاثه بالليل بغداد خوش
قلت له خوش. اجيت انا قاعد من فراش تعبان طبعا، شغلت السياره حت له، جاب الغرض مالتهم الجنط مال السفر، صعد وهم صعد زوجته هم راح جو بارد، قفل سد الباب راح يقفل البيت. ايه قال مسد الباب عبال صعد وياها الخوف، حطيت قير طلعت مو رجل اظل وين بالبيت. ايه وانا حركت. ايه البنيه ايش تقول لي؟ اخويا زوجي ظل بالبيت. تحكي على كيفه؟ ايه زوجي ظل بالبيت، ما على عبال صعد وين زوجها، ما التفت على العائله. ايه في شيء؟ وانا السوق مشيت المسار. ايه؟ اخر شيء زوجي متني، اخويا زوجي ظل بالبيت، اتصلت لقيت الزلمه ما هو والعباس لا والله قلت له لقيت انا عبد ابوي. ارجع إيه؟ ارجع لقيته واقف وين بالباب. لا المره ولا السياره. إيه؟ رايح التركيه. إيه؟ اخويا صارت عيونه بقصته، قال معه شو السالفه؟ قلت والله نسيتك. قال هي علاقه اللي فيها. اي والله هي علاقه مال القراز. مال القراز شلون؟ انت على نيتك لو شلون؟ ها؟ هاي مال القراز والله على نيتي. ايه يعني لقيت هاي العارضه مال الجراج، ولقيت الزحامه هاي، وجينا انا والولد نمشي. ايه هاي الكارت تجي تعبي انا بالجبسي. ايه اعبيه 7000. ايه انت تعبر منها ما قدرت، انت بس العارضه. ايه حطيت هاي العارضه فتحت. اه والله بس انا امشي بمشي لازم بالسياره. طبعا بالسياره. جيت قلت له انا ابو هي، قلت له معود هاي، قال شو اسوي لك؟ روح عبيها مره ثانيه ب7. لا والله يا الله، اللهم صل على محمد وال محمد. هسه بدي فجر التليفون. اذهب الماء خليني قدام قريب على الفراش، قريب على الفراش احسن. كيف ترى؟ كيف ترى؟ فخ نفخ نفخ نفخ. ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. متضخ عن ما شاء الله ما شاء الله. شوف اللحم، ها راح فديت حرامات. شوفنا اللحم، اللحم عفو الدجاج. اجى شيف وراك، اجي خلنا نشوف. والله نوف المستوى بس حار. اي عز الله حار حار. شوفه انا عنده ضغط. اي شيله يلا شيله. بسم الله. قلك هذا السوق. بس هاي شيء من لحظة. خلي لو كل مرتضى. مرتضى شنو هاي؟ ويلي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صدق بقول شو لقيته؟ اخوي مو تبغى يدخل. اه اعطيك والله الف عافيه. والله الف عافيه. خلاص كافي مره كافي. ها والله كافي مالحه. يا الله اللهم صل على محمد وال محمد. شلون طبخ ابو عباس؟
باشراف نوفا الحسناوي. خادمكم. الله يعزك. الله يعزك. ألف عافية ألف عافية. قلها مولي. لعب النار.